قامت مجموعة من الشباب في هذه القرية قرية كفر حلب تنظيم دوريات في المرحلة الأولى لحراسة هذا الحرش المتبقي من الأشجار الباقي القديمة. فبعد فترة طويلة قمنا في تطوير هذه المرحلة في إلى تشجير المكان اللي انقطع مسافة كبيرة طبعا. الهدف من هذه الحملة تساهم في هطول الأمطار وتعطي هواء نظيف للضيعة وتنقية الجو والسيرانات بشكل عام، يعني منظر جمالي للضيعة بشكل عام.